المعلم مراد ما عرف يصيبك، ما في شي بالعظم. قلت لي ما عرف يصيبني، معك حق. اسمعني لكان، اترك صورة الأشعة هاي تبعي وروح صور هالمخ اللي براسك. سيد كارا لا تتمسخر علي لأنه ما بيطلع لك معي. شو مدير مشفى على الفاضي؟ ببصم بالعشرة هالزلمة بلا مخ. أنت لوين رايح؟ مراد على مدار، ما جابني على اسطنبول مشان نام بالتخت، ما هيك؟ ايه عابد شو عملت؟ نجي لعندك؟ عطيني العنوان. امشي كارا معي، لقوا طريق الزلمة. أنا هلأ رح روح على غير مكان، أنت هلأ روح ومنلتقي. ايه بس رجلك أنت مانا منيحة. منيحة ما تخاف، بتصل فيكم بعدين. سلام. مراد على مدار مثل ما قلت لك، المكان هون، رح ننتظر. مين بيعرفه غيرك؟ ما حدا، بس أنا ورعد. حكيت عبد الحي، كارا راح وقال رح يدور بغير مكان. هلا وقته هاد ولا شو تركوا عبد الحي؟ قال له كارا بدي روح، شو رح يعمل له عبد الحي؟ يقوصوا على رجله التانية. اتصل بعبد الحي خليه لقيلنا. خالي، السيد متع الباب بدك تستأنسي؟ لك انتو ما قلتوا له أنا تعبان كتير وما فيني أقوم؟ قلنا له خالي بس الزلمة مصر يشوفك، هيك قال. لك ليش أنا بصحتي؟ شو ضربك لعملك ابني؟ يلا روح قابله أنت للزلمة وفوته. أمرك خالي أمرك. سلامة قلبك يا زازا. من وين سلامتي؟ أنا هيك عم ولدع. شو في بدمك؟ وقت كنت صغير كانوا يحطوا لك لهاية؟ شوف حرارتي 39. أنا عم موت. شو بدك وصيني لخبرهم للطرف التاني؟ رايح لهنيك. أنا رجعت جديد، ما راح اتركك تروح. شو هالغلط اللي عملتها؟ مين بيترك هديك البلاد وبيجي من كل عقله لهون؟ هون دخان وغبرة. جيت لهون لكنس الغبرة واعمل الدخان غيم ونزل المطر. ولك انا مريض وعم موت، بدك تعمل لي مطر؟ انت شو بدك مني؟ ها؟ زازا، نحن رح نشتغل مثل ايام زمان. يا شار مات وانت الوحيد اللي بياخد محله. هدول الامريكان اخذوا لك عقلك، ليش يعطوني شغل المخدرات؟ ها؟ الشوارع كلها رح تكون الك والدولة الي. اللي بدي اياه رح يصير. اصحابي الامريكان ما فيهم يقولوا لي الي لا ولا انت. ولك انت بتعرف انا اذا ما باخذ مقدم عربون ما بشتغل. اللي شو العربون اللي بدك اياه؟ بدي خلد، ما بدي موت. وانا كمان بدي خلد. في نوعين من الخلود، اذا كان الك دولة والدولة كانت الك، يعني هيك بتصير انت الدولة وبينكتب الخلود إلك. والتاني؟ والتاني مو إلك، إنه يكون عندك ولد وبيأسس دولة وهيك كمان أنت بتخلد. تذكرت في شغلة، شي
شيء من قميص يمكن أو مقص. لك نجدات شو كان اسمه ابني هاد؟ لك نسيت اسمه. اسمه التقمص خالي. إيه بدي منه أنا. بس تعصب بتموت وبس تفرح بترد تعيش. موجود؟ شو يعني بيصير؟ لك الدولة والمولة شغلتهم طويلة. انت لاقي لي طريق التقمص وبعد شغل المخدرات سهل. ما حدا عم يزعجك بشغلك؟ أنا اسمي هو ذو الفقار، اسمي مثل السيف بيقول الحق، اسمي على الأذن بيوقف مع يلي بيحكي الحق، وسيف برقبة يلي بيحكي باطل. مرينا كتير بهالفترة بأوقات صعبة، وهلأ منحمد الله ومنشكره ما عاد عنا مشاكل أبدا مع أي حدا. نحن للأسف في كل وقت في مين عم ينزعلنا الشغل، صايرين عم نعاني كتير من الظلم يا أخي. أيوة، وليش ما عم تحاربوا الظلم بإيديكن؟ ذو الفقار آغا، نحن ما عم نهادن الظلم، بس نحن خايفين منه. إذا كسرنا هالشر ما منعرف شو بيجينا غيره. طمنوا أخي، أسوأ من هيك ما رح يجي. كيف أخي؟ أنت مو شايف الوضع وشو اللي عم يصير؟ إذا نحن غلطنا رح نلاقي حالنا بالدم. أكيد دائما في مين بده يخرب. صحيح، نحن معلم ما بدنا غير نعيش بسلام مع جيراننا، بس كيف بتضمن هالشي؟ وبتعرف هاي الشغلات بتنتظر شرارة، وفي كتير مين بده يخلط الأمور. تتذكر أيام الحرب عنا؟ انتو وافقوا انكم تتحدوا مع بعضكم وانسوا كل الدارات القديمة اللي بيناتكم ومسحوها، وأنا بنفسي رح أنقل هالشي لمراد على مدار، وهو اللي رح يوحدكم. لهالدرجة مراد على مدار قوي بالدولة التركية؟ انتو بتعرفوا أكتر مني قديش هو قوي وشو له منجزات وأعمال. بأي وقت بتحبوا تلتقوا فيه؟ نحن منحب نلتقي بمراد على مدار بكل وقت، بس أول الشيء لازم نلتقي ببعض. خلينا نتفاوض مع البدرية، هن نقلال مثلنا ومندعم بعضنا. طيب ومين زعيمون هدول؟ بدري آغا، انت بتعرفه، هو من رجال زازا. يا أخي ليش هالحكي المهم ما بتقولوه من الأول؟ أنا بحل القصة مع زازا. زلمتك على طول بيتأخر؟ إذا شك بأي شيء ما بيجي. أنا دربته كتير منيح. لنشوفك كيف دربته لهالرعد. شو رعد؟ وين صرت؟ معلمي حكيت مع قنديلي وقالوا لي إنك صرت بإيد الجمهورية التركية. خليه يقتنع يجي. ابني شو هالحكي الفاضي؟ انا قاعد ناطرك وعم ضيع وقتي، وينك انت؟ معلم اذا ما كنت بيد الجمهورية التركية طلع من البيت لحالك وانا بجيب اخدك بالسيارة. تصرف. شو هالحكي؟ مين مفكر حالك لتحكي معي هيك؟ حميل حالك وتعال، ما عندي وقت ضيعه بهالحكي الفاضي تبعك. اذا كنت لحالك اطلع على الباب، غير هيك انا رح اروح فورا. رعد رعد حقير. عبد الحي اطلع من ورا وكشوف المنطقة من ماشي عشان. عليك عبد انت واقف على الشبلانك. شوف لقلك رح تمشي 5 خطوات بس، اذا خطيت الخطوة السادسة عبد رح يقوصك. عبد يلا انتظر انتظر.
خلي ايديك ورا. يلا هلا عابد انتبه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة معلم. شو هالحظ؟ شو جبت؟ أسبرين. قال الصيدلي ما بيصير ينعطى دواء قبل ما يشوفه الطبيب. حرارته كتير مرتفعة. قلي شو لازم نعمل له؟ شو برأيك؟ ما بعرف. نحن ما فينا ناخده قبل ما نسأل المعلم. لكان اتصل فيه. وينه هو؟ ويعني ليش لهلأ ما رجع؟ اتصلت فيه من الصبح وما علق معي. شو علقنا بهالقصة؟ شو بيفهمنا بالولاد نحن؟ بس يوصل المعلم احكي له هالحكي. ما تحكي لي يا إلي. شو لوين رايحة؟ عالمشفى. شو هالشغلة اللي شغلتنا ياها يا معلم؟ انتظري ليكني جاي معك. مرحبا ابني. شو وين معلمة؟ فوت ابني كمل ابريق الشاي. سلامة رجلك. الله يسلمك أخي. كارا بأي جبل كنت؟ هلأ اتركني من سيرة الجبال. بدي زلمة واحد اسمه رعد. ايه بيكون زلمته لجمال. جاية تسألني إلي؟ لك ابني أنا شغلي بالجبل. بعرف كل رجال الجبل وحيواناته. بينما أنت عايش بالسهل. ما هيك؟ لهيك سألتك. بعرف انه بس يكون في عملية خطرة رعد بينسحب وبيمشي. هو من السوار؟ ما كتير بعرف، بس يلي بعرفه عنه انه هو مثل طير الحجل. وين رح لاقي هالحجل هاد؟ انت الصياد، شو بعرفني؟ ماشي، عطيني خط موبايل نضيف من هنيك. خلي عيونك مفتوحة منيح. شوف ابني اذا سمعت اي شيء دغري حاكيني. ايه بتأمر. على الرقم اللي عطيتني اياه ما تتاخر علي. وهذا الرقم رح اخده هديه. عم تفهم علي ما هيك؟ ايه عم بفهم كثير منيح. انتبه على حالك. ماشي ايه؟ يلا سلام. الله معك. نعم معلم. شو باقي؟ كيف الوضع عندك؟ معلم الولد مريض واخدينه على المستشفى. لك اي مستشفى؟ ما فيكن تعطونه بولد صغير؟ يا معلم حرارته كتير مرتفعة. مرضته للولد؟ برافو عليك برافو. معلم كيفر؟ هذا الشغل ما بيصير. بلا بيصير. الولد رح يتعب كتير اذا بده يضل معنا. خلص بقى قلت رح تعطونه فيه يعني رح تزبط. يلا سكري
الكبر عمر وصار بدنا مكبر. تبدأ الحكاية وليس للحكاية نهاية. السلام عليكم. عليكم السلام. خالي. أهلا وسهلا ذو الفقار. تفضل عود. هات لنشوف أخي. على حد علمك بتعرف مكان ماء الحياة للقمان الحكيم؟ خير أخي زازا، قطعت المي؟ إذا مو قدران تروح على الحمام أنا باخدك. لك أخي أنا ما شبعت لسه من هالدنيا يا ذو الفقار، فهمني. التراب الأسود رح يشبعنا كلياتنا، كلنا على هالطريق. أنت هيئتك ما رح تلاقي حل لشغلتي. ها كان عندي شوية نشاط، قلبت تراب وطريق وبعدين طار النشاط. قال بدري آغا صار هون، قال ترك شغله وإجا. شوف إذا أنت عم تفكر بالتجارة هالأيام فهذا الحكي مواته هلأ منوب، عم يأخذوا رواح الشوفرية والشاحنات كمان. يا زازا ما عم نفكر بالمصاري، عم نفكر بأرواح الناس. كل يوم عم يروح كتير من الناس الأبرياء من دون سبب. مزبوط هالحكي، إذا لقينا ماء الحياة تبع لقمان الحكيم بتنحل المشكلة، ما تكبرها. فهمك كفاية. ها زازا، هلأ مو وقت الوقفة على جنب. بكيفك ولا مو بكيفك رح تتدخل بهالشغلة. شو ما عندك قرايبين بالشرق؟ طبعا في كتير أولاد عم بالشرق. منيح، رح نرتب اجتماع بين أولاد عمك وأولاد عمي ورح نخليهم يتفقوا مشان يقووا حالهم. لا لا، أنا إذا ما شربت من مية ماء الخلود ماني رايح متر برات هذا البيت. نجدات خير؟ شو ما عم تطعموا لخالكن هالكم يوم؟ ليش عم يخاف من الموت؟ أغا موتة أخونا المسكين ميماتي أثرت والله كتير على خالي، بس أنا قلت له أنه فيثي اسمه تقمص، لهيك لا تخاف، القصة محلولة، بس الخال ما اقتنع مني والله. ابني أنت عم تقول أنه ممكن يتقمص الواحد حمار أو حبة شعير مثلا، وأنا ما بحب الحمير ولا بحب الشعير، يعني معقولة واحد مثلي بكل هالروح الحلوة يرجع الحياة شيء في تحمار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليك زازا، اترك لي الموت وفكر لي باللي عايشين، الناس عم تعاني من الوضع. انت تيسر هلأ. ايه وانا اتركني حل مشكلة الموت تبعي وبعدها بتصل فيك. وقف عندك، وقف وقف عندك يا مدحله، لا تدعس. صوفي خالي، شو صاير؟ شوف ما احلاها، بتعرف مين بتشبه؟ ولك يا دوب شايفها، كيف بدي اعرف مين بتشبه؟ مين بتشبه اللي شوفها من فوق خالي، شوفها تشبه خالي جوهر. ليش امتى شفت اللي خلق جوهر عم يشتغل بهالنشاط؟ هاد اذا بدي ادقق اكثر. ها ليكو مبين معي بيشبه جدك شيخ موسى. حكيت مزبوط خالي، يا لطيف أديته نحفان. شو رأيك جيب له قطعة خبز صغيرة؟ شوف لك خبز. بتتذكر الختيار أبو لحية اللي كان شوفير على شاحنة قديمة عندك؟ شوف 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 ما بيشبهه كتير؟ يا لطيف على الشبه، يا لطيف. الله يكون بعونك يا زلمة، الله يشفيك. شوف شوف اجينا على هالدنيا مرة واحدة، اجينا بشرف ورايحين بشرف. شوف انت بشو عم تفكر. يا لطيف يا لطيف، امشي يا ابني امشي. يا لطيف. نجدات نجدات، شو لازم اعمل لحتى حل هاي المشكلة؟ ها ما بدي اصير نملة، ما بدي. لك لك شوف الشوفير ابو لحية شو صار فيه، يا حرام. شوف شوف شوف. اخ أخي، هدول الرجال محترفين، أي أسر من لاقيه بيمحولنا يا. نحن لازم نغير من طريقتنا، ركزنا على المنظمة كتير، الشغلة أكبر من المنظمة. يعني برأيك مخابرات أجنبية؟ نحن بالأول رح نشوف جوات البلد، وإذا ما لقينا شيء منشوف برا. أخي الأستاذة المدعية بلشت بالتحقيق بقصة راغب وقال بدها تاخد إفادتي. خلاص أنا ببقى بحكي معه.
معلم خلينا نروح لعند الأستاذة يمكن نلاقي لنا شي جديد. ملفات المخدرات ما بيطلع منها غير المخدرات. شو شريك؟ تعودت على اسطنبول؟ لازمك شي؟ لا هلا ما تغيرت. تتعامل بأكابرية مع عدوك لتقضي عليه. ما بينفع معك هالشي. إذا جاي جن فما في داعي للأكابرية. من زمان كتير عم بفكر. ابعت شريك اسمي على الطرف الثاني بطريقة بيستاهل فيها الموت، ولا بالعكس أخده لجنبي. ما عم بقدر قرر، فقلت أحسن شي لكان احكي معك دغري. انت واحد طاقه مخه وما في شي تحكيه. فيك تشتغل عندي، والاحسن جهز شنتيك وترجع مطرح ما اجيت. واذا انت كنت معتمد على يلي هنيك فبنصحك لا توثق فيهن. تركوا كتير ناس مثلك بنص الطريق. الوقت تغير. المرحله هلا مرحلتي انا. خليك عاقل، وإلا ما رح ضيع رصاصتي فيك. رح يرموك بالسجن وتضل فيه باقي عمرك. اثنين متى كتير على اسطنبول. أصبح بعد هلأ يا أنا يا أنت. استاذة أخذنا الكمبيوتر. من بعد إذنك بدي التقي بزملاء المرحوم يلي معه بالشغل. بأمرك استاذة. خد الاستاذة من شان الإفادة. حاضر معلم. في واحد من الشباب أخذ تقرير طبي يومين، بس يرجع على الدوام رح أبعت لك إياه. تأمريني بشي استاذة؟ لا عابد. طيب بالإذن. عفوا مرحبا يا زميل. أهلين. في حدا من شبابكم مريض ما هيك؟ تقرير طبي. لكان اكتب لي عنوانه على ورقة. خير ليش؟ لشوفه قبل ما تشوفه الأستاذة، بلا ما تطلع القصة براسه. ماشي. شو أخي وين كنت؟ عمران طمني عنك. فكرت اني اترك الشباب، قمت اكلت رصاصة. اخي نحن ما رح نرتاح غير لننتقم لقتل ميماتي. ما اجوا جماعتك؟ هلأ جايين على الطريق. درت تعرف لنا اي شيء؟ ايه عرفت. ما بيصير تمزح مع مراد على مدار، وهذا دليل حكي. الحمد لله كتير مبسوطة لأنك تحسنتي. حابة روح على قبر ميماتي. لا ما بدي تسوء حالتك. أسوأ من هيك؟ في أسوأ؟ سكر هالشباك. لازم تفيق يا شاكر. اطلع لبرا. اطلع اسمعني شوي. اطلع لبرا. شاكر ميماتي مات وفضيلنا الجو. ميماتي مات واخذني معه. اطلع لبرا. اطلع. قدرت تلاقي شيء؟ صحتي منيحة وشكراً على سؤالك. قلي شو صار مع جمال؟ أخذناه ليلتقي برعد قام قنصوه. مراد على مدار. هذا الشغل ما بيشبه أي شغل. كأنكم عم تحفروا بير بالإبرة.
هذا يلي اسمه رعد كل ما سألت حدا عنه ما بيجاوبني منيح. انت خبرني شو عملت وانا بقرر اذا منيح. هذا الزلمة غريب، بيتحرك على راحته، بيتعامل مع كل الاشخاص. خير سيد اشرف؟ لازم نحكي مع بعض. ايه تفضل لجوا. ماشي تفضل. عبد الحي، عبد الحي، اللي من جماعة مين بالدولة هاد؟ من يلي ما بينشافوا. آه. مراد على المدار، صار شي اليوم ما صار من قبل. واحد من الختيارية طلب مني إني حضر لقاء بينك وبينه. عندك ارتباط مع الأعضاء؟ بالعادة لا، بس بعتولي بطريقة خاصة كتير وأنا استغربت. شو غيروا عادات 2000 سنة؟ هاد قلو تمن يا مراد، وهاد بيعني انه مستعدين يدفعوا. هذا بيعني انه نحن رح نضحي بوقتنا ونشوف الزلمة شو بده. دققت بملف التشكيل الاقليمي؟ الرئيس عمل مشروع كتير منيح وكان ماشي بنص الشغل. لازم نعطي هذا الملف للرئيس الجديد. اذا اعطيته الملف رح نعرض حياتهم للخطر. بس ما فيني خبي شي عن الختيارية. بس انا خلص شغل على المجموعة اكيد ما رح خبي شي على حدا، بس من هلأ لوقتها ما رح نخبر حدا. شو طلع معك؟ ما طلع معي اي شي. كمبيوتر راغب ملعوب فيه، وأكيد يلي عمل هيك على الأغلب من رفقاته. لسه ما إجا على الشغل، هو إجازة، رحت على بيته لأشوفه ما لقيت أي شيء. إيه شو هالشغل هاد يا زلمة؟ وين ما منقرب بتنشف. عبد الحي، قلو للمعلم نكبر فريقنا، نحن ضعفنا. أنا بوافقك بهذا الحكي، بس كيف رح نقله؟ هدول عندهم عناصر بكل مكان، لك بيعرفوا عنا كل شيء ونحن ما منعرف شيء. عبد الحي، واحد من الختيارية طلب يلتقي فيني. انتخبوا رئيس جديد للختيارية؟ لا أخي، البلد مخربطة ونحن كمان مخربطين والمنطقة كلها، وكان عنا ختيارية ساندينا بس كمان هن مخربطين. عبد الحي، هاي الأحداث ما عم تصير بالصدفة. شو هذا أخي؟ هذا تشكيل إقليمي لإلنا. معلم، هذا التشكيل الختيارية هن اللي عملوه؟ فكرة حلوة. كان رئيس الختيارية مشغول بالتشكيل وهلأ لازم نحن نكمله. أخي، عم بتفكر إنه هدول يشتغلوا تحت أمرتك؟ إذا اضطرينا رح نقنعهم واحد واحد، المستقبل مرتبط فيهم لهدول. مفهوم التقمص كما ورد اسم يطلق على إيمان بعض المجموعات الدينية بأن الروح تعود لتتقمص في الأجساد، ومفهوم التقمص في آسيا يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى ليرتبط بموروث عرقي وبمعتقدات لا دينية. وفي يومنا هذا عدد المؤمنين بفكرة التقمص يفوق 1 مليار نسمة في العالم. اطلع لي هلأ من هاد. من وين جابينا الحكي؟ مين حكالنا إياه؟ بشوفوا الهوية بعدين بردونا على الحياة، كيف رح ترجع الروح؟ معلم، لو نسألنا رجل دين يعني بتعرف، مشان ما نقرر عن جهل. شو شايف خالك جاهل؟ استغفر الله خال، عم أحكي عن حالي.
أنا ما بحب الجاهل. رح 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 ما ترجع غير لتصير تعرف تحكي. رح خالي. إذا الزلمة. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ. يا أهلين أهلين. السلام عليكم. مرحبا يا خال. طمني كيف حالك؟ تفضل عود عود. بتعرف وين نبع لقمان الحكيم؟ الحقيقة أنا ما بعرف لقمان الحكيم، بس بتعرف أنت شو صاير معنا؟ إيه ذو الفقار أعطاني فكرة صغيرة. ما تغير الحديث. نجدة كان عم يقول إنه الإنسان بيرجع بعد الموت. ليش بدك نرجع للحياة؟ شو يعني بدك يانا ننظلم مرة تانية؟ هيك؟ أنا قلت لك تعال عيش باسطنبول، بتعيش هون. إيه شو بدك بالعيش هنيك لك ابني؟ زازا ترابنا هنيك وأهالينا هنيك، معقول نتركن ونجي؟ إيه هاي أنت إجيت. نحنا ما إجينا بكيفنا، إجينا لهون لنحل مشاكلنا، وأنت ما رح تهرب منا لأنك رح تساعدنا. شلون بدي ساعدك شلون؟ أنا ناقصني هم على قلبي. أنا قلت له لذو الفقار كيف بساعدك وعقلي عم يغلي. زازا هاي المشاكل صارت لأنه ما في حدا معترف فينا، أخذنا شوية حقوق وبأول فرصة راح يقدوها، والمنظمة انتهزت الفرصة وزبطت أمورها، عم تتجسس على تركيا وعم تساعد بتسخين الوضع إقليميا، وبس تخلص هاي المرحلة راح يبيعونا كلنا. ايه اتفقوا مع غير ناس، مشوا أموركم. مع مين نتفق؟ كل الناس مفرقين عن بعض وكل واحد صار بحاله. نحن بحاجة لحدا قوي يجمعنا. بدري أنا بحبك كتير، بس أسوأ شي بهالدنيا هو جمع الناس. تجمع بين طرفين بيصيروا يضربوا بعض وبالآخر الحق عليك. زازا علاقتك بعالم دار قوية، لازم تجمعنا مع بعض. مسكين مراد عالم دار، ما قتر فيه، وضعه أسوأ من وضعي. خلينا ننتظر شوي لنشوف. زازا في مين عم يلاحقني؟ لأنهم ما بدن ياني اجمع الناس مع بعضها، وإذا ما استعجلنا راح يصفوني. مشان هيك اجيت لعندك مشان تساعدني. ما بصير عليك شي بالمكان اللي أنا موجود فيه، خليك مرتاح من هالناحية. نجدات مرني خالي. ليك بتبعت الشباب الأباطيات تبعوتنا يحرسوا بيت الضيوف تبعنا. خلي بدري يرتاح. أمرك خالي. طولي بالك يا بنتي، ابني مراد عمل قبر لميماتي بمكان بعيد مشان ما حدا يزعجه. بابا عمر أنا مني ما رح ينزعج. لا أنا ما عم أحكي عنك، ممكن حدا يلحقك، ما راح يكون منيح أنه ينكشف مكانه. بس أنا ما فيني أتحمل. بنتي وإذا إجوا خربوا قبر ميماتي رح تقدر تتحملي هذا الشيء؟ معك حق ما بتحمل، بس بدي إني زور زوجي. طيب يا بنتي نحكي مع مراد، يمكن هو ياخدك بإيده لهني. من كذا يوم تليفونه مسكر، بس هو قال بده يجي يا بنتي، أكيد بعد شوي رح يجي.
ما بدي ألعب باللابتوب، مليت. شفتي هاللعبة من قبل؟ افتحي تمك. إذا عم تعملي هيك مشان أكل بطلت ألعب. وليش ما بدك تاكلي؟ لأنه بابا رح يجي وبدي أكل مع أبي. Gidip de bir daha gelmeyeceksen yüreğimi koyamışsın için senden gelsin ölüm başım. رجعك تاخذني على قبر ميماتي. خلص رح أخذك، رح أخذك. منروح هلا، اتركني هونيك ورجع أنت. بس لحتى أشوف رهف ومنروح لهنيك. عادي ارتاحي. لقيتوا المجرمين يا عمري؟ لقيناهم. رهف بغرفتها؟ ايه عندها ليلى. بدها تاكل معك. حبيبتي ما بدي احكي معك، انت ما بتحبني. لا انا بحبك كتير. لا ما بتحبني. لو انت بتحبني بتضل جنبي. بس انا في عندي شغل. خذني معك على الشغل. لا تضمني. طيب ليش؟ لانك رح تموت مثل ميماتي ورح تتركني لحالي. لا أنا مستحيل أترك بنتي. ها؟ معقول أترك حبيبتي؟ أبداً ما رح أتركك. لا تبكي يا بابا، هاي ليكني حدك. يلا خلينا نأكل. رهف
عبد الحي، في واحد بالمخابرات سجل رقمه فورا. يلا 3478 45. خير أخي؟ هذا من يلي حققوا مع رعد، عرف لي مين بيكون ووينه. حاضر معلم. في شي اخبار؟ ايه في اخبار، بس ماني متاكد من المصدر. وين هون هلا هن؟ معلمي نحن ما لازم نتحرك على اخباريه مؤكده، قلت لك مواثقين من المصدر. امشي، ما مثلنا لحد هلا، معقول نموت بهيك شغله سخيفه؟ امشي. معلم اجرك مضروبه. انا بدي اضرب بايدي، ما بدي اضرب باجري، ما هيك؟ يلا امشي.